today's programming on Bible Voice Middle East. You're listening to Bible Voice Broadcasting. Please stay tuned for contact information at the end of our broadcast. This is Bible Voice Broadcasting. كلمة الله المسموعة، نحن نرحب بكم في كلمة الله المسموعة، ونحن مستمرون في قراءتنا للكتاب المقدس، ونحن الآن في العهد القديم الجزء الأكبر في الكتاب المقدس. ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يكرون شعر رؤوسهم جزا، ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله الى الدار الداخليه، ولا ياخذون ارمله ولا مطلقه زوجه، بل يتخذون عذاره من نسل بيت اسرائيل او ارمله التي كانت ارمله كاهن، ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر، ومن خصام ومن القتول للحكم، ويحكمون حسب احكامي، ويحفظون شرائعي وفرائضي في كل مواسمي، ويتقدسون شبوتي، ولا يدنو من انسان ميت فتنجسهم. أما الأب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون.